كنقصرو كنديرو الكابراج كنديرو التواشا كنديرو بزاف د الحوايج. 7 سنين ديال التقصير وداخل في 8 سنين انا ما علمني حتى شوح. انا قصرت راسي. انا نهار الاول كانت عندي واحد البيكالا كان عطى لي واحد عمي بقيت كندرب بها بشويه بشويه واحد شويه ولا ندرب واحد البيكالا شريت هذه شريت هاد البيكالا هذيك كانت طلعت الحمراء وبانت لي بحال هاد الشكل هذا هاد الشكل ولي كنت كنقلب عليه وشريته. انا الوحيد اللي كاين في هاد الجزيره كنقص ما كاينش شي واحد. كنبغي نطلع الكازو ولكن خاص لي يطلع معايا. كاين اللي كيقول لي ما عندك ما دير بهاد الشيء ديال البيكال ما عندك ما دير به سير سير قرا في شي مدرسه. عندنا كنديروا هاد الهوايه حنا ديال التقصار ديال البيكالات. حنا كنا بادينا قبل ما يدير واحد البوز دابا دار واحد البتي بوز فهمتي في المغرب ولا كلشي باغي يشري بيكالا ولا كلشي باغي يقصر. ولكن حنا كنا قبل كان في داك الشيء فاش كانت الموهبه بحال قلتي مقموعه بزاف كنا حنا كنقصروا كنخرجوا نقصروا غير هو هذا العام عطينا لاطاك وصافي بزاف من غير لي زيسباس كانوا حابسين لي زيسباس كانوا حابسين حتى البياس السلعه ما تدخل من برا فهمتي. كان غلى مع كورونا وشي غلوا علينا البياس بزاف وليتي الا بغيتي تقدا حاجه خصك تقدا بثمن مضوبل مش اهم حاجه فهمتيني. ومع هذيك ما دير كانوا كاينينش لي زيسباس اصلا لي زيسباس قليل بزاف فهمتيني. امكانيات قليله في المغرب باش دير هاد الهوايه اللي بغيتي تمارسها ما كتلقاش لي زيسباس كتلقى شي اسباس مثلا كيكونوا دايرينو كيعمروا صحاب دوك مثلا اللي كيترزقوا الله كيكروا الطوموبيلات صحاب الكراراس كيكون بنادم كيدور فيه صافي انت كلشي كيتكب تما ما كتبقاش تلقى فين تقصر فهمتيني. صافي كتمشي للشوانط كتلقى البوليس يقول لك لا ما تقصرش الشانطي صافي بحال كيقول لك ما تقصرش بطريقه غير مباشره فهمتي. انت ما عندك كتبدا تزاحم وبدا كتولي معرض للخطر تضرب شي واحد ولا تصدق في شي مشكل تخرج في شي دري صغير ولا شي بلان بحال هكا. ولكن المهم حنا راه غاديين معاهم ما عندك ما دير فهمتيني. ودابا جاي 4 سنين بحال هكا ولا 5 سنين وانا كنقصر فهمتيني. هو هذا العام عطينا لاطاك ديال بصح كنا كنقصروا مزيان كنا كنكابري وكنا حنا كنت كيف اي واحد بدا دينا بيكالات عيانين بقينا بشويه بشويه تولينا فهمتي كنكابريو مزيان ولينا فهمتي شادين النيفو ديالنا في التقصار وداك الشيء. وهو في الحقيقه ما عندي الوالد ديالي انايا الوالده ما كيعجبهاش هاد الشيء حيت طايح ترس تموت فهمتيني. الوالد عندي كيقول لي غادير الكاسك ديالك ودير فهمتي الحمايه ديالك وقصر شي بلاصه خاويه كيعاوني الواتيش كاينين تشجيعات وداك الشيء وكيقول لي كيقول لك ضروري قرايتك ما تنساش قرايتك وقص هذيك الهوايه ديالك ولكن فهمتي قرايتك ضروري. بياس ديال التقصار كيكون ماشي بحال اي بياس ديال بيكالا كيكون بياس صحيح باش الا طحتي بحال مثلا انا بيكالا كان بعض المرات كنتعصب كنلوحها كان هذا وكنهز كنرجع كنقصر بها عادي ما كترى لا والو حيت فهمتي انا كل واحد ملي كتولي واحد النيفو في التقصار ما كتبقاش حامل تشري بيكالا مقاده كتولي تشري بيكالا عيانه وخا يكون فيها كادر زوين وانت كطلع بياس دقه دقه كما كيدير اي واحد. شوف كنقول لكم غنقول لكم واحد اللعيبه تلاهاو في شي حاجه ما تخليش وقتك خاوي وصافي فهمتي. عمر وقتك بشي حاجه قرا دير سبور بعاده من البلياء وداك الشيء الخايبه ما عادو فين وصلك فهمتيني. اول مره باش تعلمت شكيت دارو كنطيح كنرجع من اللور كنكون غادي شكيت كنت المهم كن ما كنبقاش هذاك الساعه راه كتعلم خاصك طيح ضروري الا ما طحتش ما تعلمش. يديروا لنا فين قصروا ما عندناش والله ما عندنا فين قصروا راه دابا كتمشي تقصر بحال هكا كيقول لك الناس عندك ولادك يخافوا على ولادهم راه من حقهم كتمشي في الشاطئ ايه بنادم كيقول لك حيد من الطريق وهذه راه المهم يديروا لنا شي حاجه فين قصروا صافي. بس هذا الشباب انهم يعمروا الوقت ديالهم في الرياضه ما يخلوش اوقات ديالهم فراغ. المهم اوقات ديال القرايه بوحدها اوقات ديال السبور بوحده راه كاين بزاف كاين باسكيت كاين سكي كاين كلشي كاين راه من هذا المهم يعمر الوقت ديالو ما يبقاش جالس في دارهم وصافي. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.